النادي الحمري الثقافي الرياضي فتح أبوابه رسميا اليوم الأحد لبداية الملتقى الصيفي عطلة نغير تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي بحضور سعادة مبارك الشمسي مدير بلدية الحمرية وأعضاء مجالس الإدارة والمجلس البلدي والضاحية. اليوم شاركنا أخواننا في نادي الحمرية بداية انطلاقة ملتقى الصيفي عطلتنا غير، كل توفيق ونجاح للفريق العمل اللي يعمل على هذا الإنجاز الكبير، ونحن كبلدية الحمرية ندعمهم من كل الجوانب. اللجنة المنظمة وقفت على أدق التفاصيل حتى يمر الحفل الافتتاحي في ظروف ملائمة، وهو ما فتح شهية المشاركين وأهاليهم على فعالياته المقبلة. أنا حسن سعيد في المشاركة في المنطقة. اسمي سالم عبي إبراهيم الشامسي، أنا فرحان في الملتقى الحمرية. أشكر نادي الحمرية على هذا الملتقى، وإن شاء الله تكون فرصة للأولاد وتكون عطلة لهم غير. مقدم البرامج والفعاليات شددوا على أهمية المعسكر الصيفي في الإفادة والاستفادة من المواهب المشاركة فيه. نحن سعداء أن اليوم التقينا بكل الأطفال اللي حيشاركون في هذا الملتقى، هما بيستفيدوا معنا بالنشاطات سواء ثقافية أو رياضية، وإحنا ككباتن نحن نستفيد منهم أنه ممكن نستقطب منهم المواهب بالمستقبل ويكونوا معنا في النادي في المستقبل بإذن الله. هكذا إذن كان اليوم الافتتاحي للملتقى الصيفي في رسالة واضحة عنوانها أهلا وسهلا في صيف استثنائي بنادي الحمرية الثقافي الرياضي.